يسمح لأخونا محمد ناصر أن هداياهم فيها وقفة والتفاتة، لأن اللي ما يسمع كلام الدين ما مسموح. خلاص أول شيء علي بن هادي تعال يا خليك واقف مطقطع الرأس. ما هو بحق إن عبد العزيز يحثكم على الخير وأنتم كنكم كرة عندي بيده يحقون. وأقول له الله أول شيء إذا ما احترمتوا عبد العزيز وهو له الاحترام تحترمون مكان الله اللي تدوبي. هذا مكان الله ما يسولفون فيه ولا ياخذون نقاشات. يحث على الخير الله يسامحكم. بس الله يسامحكم الله يسامحكم لا والله انتم تسولفون مو